ايام دي ولا كان قديم يعني؟ نعم عفوا عفوا. كنت عايز اتاكد بس من الصحه لسه لحضرتك وتبقى في ده كان يعني مقطع جديد لحضرتك ولا مقطع قديم بس؟ اللي هو ايه؟ اللي هو حديث ان هو لطم ملك النقطه لطم موسى الملك الموت. تكلمنا عليه اول امس بما فيه كفايه. هو غايه الكلام غايه الموضوع غايه الكلام في هذا الحديث. بس حضرتك كنت بتقول ان انت حضرتك يعني الضعف ده عند الامام مسلم ولا اللي عند البخاري برضه؟ بس اصبر، انا قلت لك الاشكاليه، الموضوع باختصار روي موقوفا وروي مرفوعا. روي موقوفا وروي مرفوعا. وسند المرفوع صحيح وسند الموقوف قوي قوي. بس هذا غرابة المتن، غرابة المتن قد تشير إلى أن الإسرائيليات لعبت دورها فيه من أجل أن بعض رواته علم أنه يروي الإسرائيليات بس، لكن هو في الأصل احتججنا به مرات ومرات.